طبعا حضرتك اكيد تعرف او اكيد حتى تسمع عن وجع الولادة، وحتى لو ما جربتهوش او حضرتك كراجل اكيد ما جربتهوش، لكن تعرف قد ايه هو شديد. لكن هل حضرتك تعرف ان ممكن واحدة تدخل في اكتئاب ما بعد الولادة وتوصل لدرجة انها تفكر في الانتحار او انها تقتل ابنها؟ والحقيقة ان ده ممكن يحصل ومشهور وبيحصل كتير جدا، ودي بسبب حالة نفسية او اللي بنسميها البوست بارتم ديبريشن او اكتئاب ما بعد الولادة. والحقيقة ان درجة الاكتئاب ده بيختلف من واحدة للتانية، فممكن تكون عبارة عن شوية قلق وتقلبات مزاجية وتوتر، او ممكن تتطور شوية ويوصل لمرحلة الخوف، وبالتالي ده ممكن يأثر على نومها ويدخلها في قلة نوم، او ممكن توصل للمرحلة الاخيرة وهي انها تدخل في حالة من الاكتئاب واليأس الشديد وانها خلاص مش باقية على الدنيا وإنها تفكر في الانتحار أو تفكر إنها تأذي طفلها. والحقيقة إن حضرتك كزوج ليك دور كبير جدا ومهم في مرحلة الدعم النفسي بعد الولادة، وللأسف أزواج كتير جدا بتهمل في الدور ده، وده اللي ممكن يعمل مشاكل كتير. فأتمنى إن حضرتك تشارك الفيديو، يمكن أي حد يستفاد منه. أشوفكم في فيديو جاي، مع السلامة.